بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، المتحدث هو الحبوس مدرس لمحضرة يدرس فيها القرآن الكريم، كما يدرس فيها الفقه، ويدرس فيها تدرس فيها أنواع الشرائع المحمدية. وهذه المحضرة التي أتحدث عنها يعني تدرس فيها أنواع الناس بمختلفها، يعني أنواع الناس بأشكالها، فتجد فيها أنواع الطبقات والشرائح الموريتانية. وطبعا لكن هذه المحضرة التي نحن ندرس فيها كل المسائل المادية التي نستخدمها هي من مالنا الخاص، واضح؟ كل الحمد لله رب العالمين. وطبعا هذه منا اختارنا الله تعالى بها، واضح؟ لأن هذه المسألة ليس كل إنسان موفق لها. طبعا كما قلت في الحديث السابق، على أننا نحن نتكفل بمأكل أكل التلاميذ ونشربهم، وكذلك نظافة لباسهم، وهذا شيء طبعا نحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى. ولكننا نطلب من الخيرين وأهل الفضل وأهل الخير والصلاح أن يساعدونا في هذه في الجانب المادي، ولهم منا جزيل الشكر، لهم منا جزيل الشكر. وكما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولعل السلف الصالح هو الذي فهم حقيقة هذه الأشياء التي أتحدث عنها. فالأعمال الصالحة كنز كبير، ولعل الدنيا كلها مبنية لهذا الغرض. ففي الأثر هنالك نجد أبيات تقريبا، ونجد كلمات متباينة ومختلفة في هذا المجال، ولعلني هنا سأخذ منها بعض المقتطفات. فيقول أحد هؤلاء الصالحين: لله تعالى عبادا بطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست للحي موطنا، اتخذوها لصالح الأعمال سفنا. ونحن كبشر ينبغي لنا أن نعلم على أن كل هذا زائل، ونعمل للغد وكذلك للتذكير فقط. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي الأخير أشكر كل من ساهم في نشر هذا الخير، وكذلك أرجو من الله العلي القدير أن يوفق لهذا المقطع الصوتي الكثير من الناس الطيبين الأبرار الذين يفهمون عمل البر والخير. واللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن أنا الحبوس مدرس المحضرة، الآن أصور لكم القطع الأرضية. هذه القطع الأرضية كلها هي 1080 كيلومتر مربع. إذن هذه المساحات كما تشاهدون كلها، إن شاء الله نريد أن نخصصها للاستجمام للتلاميذ المحضرة، من لاعب لكرة القدم، كذلك الميكانيكا أو ما يقال له الهندسة والتكوين، تعلم التكوين المهني الذي سينفع هؤلاء التلاميذ والطلبة بحول الله وقوته مستقبلا. ونرجو من الله أولا ثم من الخيرين منكم أن يساعدنا في بناء وتهيئ وتنشئة هذا المشروع الذي بحول الله وقوته نريده للتلاميذ. والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
جعل الله كل هذا في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.